السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني جدا جدا جدا، كل سنة وانتم طيبين. والله وحشتوني، وعارف ان انا اتأخرت عليكم، كلكم كلمتوني، حضرتك مكمل مش مكمل. من السنة اللي فاتت بوعدكم ان احنا مع بعض ومكملين مشوارنا، وانا معاكم وعد لاخر ما تخلص ثانوية عامة ان شاء الله. والله العظيم يعني مش عايز اقول لكم، الرابط اللي ما بيني وما بينكم بقى بعيد حكاية ان انا بشرح قدام كاميرا. انا دلوقتي بشوف الكومنتس بتاعتكم، بشوف كلامكم حتى ليا على الفيسبوك، الناس اللي بتكلمني على الفيسبوك من كل مصر، حتى الناس يعني انا قريب جدا رحت سنتر البشير في زايد في البوابه الاولى، سنتر البشير، سنتر معروف جدا. الحكايه بدات كلها ان انا اتعاملت مع شويه طلاب كانوا بيتابعوني على اليوتيوب زيهم كده، وفجاه بقينا بنتعامل لايف. اول حصه ليا معاهم فعلا ما حسيتش ان انا اول مره اشوفهم. فالحكايه بيني وبينكم ما بقتش مجرد ان انا بشرح ورا كاميرا وناس معرفهاش، انا بيتهيألي عارفكم واحد واحد وبالاسم. فوعد انا ما اقدرش استغنى عنكم زي ما انتوا بتقولوا لي، يعني انا ما اقدرش استغنى عنك. احنا مكملين مع بعض مشوارنا ان شاء الله، وزي ما قلت هبقى موجود في زايد ان شاء الله في سنتر البشير، بس معاكم ان شاء الله لكل زايد اكتوبر، هكون قريب ليكم شويه في سنتر البشير ان شاء الله. نكمل شغلنا الترم الثاني. قبل ما تعمل اي حاجه في الترم الثاني لازم تفهم انت عملت ايه في الترم الاول، بغض النظر عن النتيجه، نتيجه كويسه نتيجه مش كويسه، ركز على مستقبلك. مستقبلك بيقول ان حضرتك في دوره حياتك دلوقتي انت عباره عن 3 سنين، انت عمرك دلوقتي في الثانويه العامه 3 شهور، انت ما بين 15 و16، لا انت دلوقتي عندك 3 شهور بس. يعني ايه عندك 3 شهور؟ مثلا هتكلم على الانجليش. بالنسبه لي انا مستر كنت بذاكر من ابتدائي لحد اعدادي، اللي بذاكره تمام بروح على ايه في الامتحان، اذا كان فوكابلري او جرامر، صح؟ دخلت الامتحان اللي فات او بدات اتعامل مع الامتحانات اللي فاتت، لقيت الموضوع صعب، لقيت الموضوع الامتحان مبدئيا مقسوم 20 درجه سكيلز و20 درجه على اللي انا بذاكره بس. كنت متعود قبل كده ان انا بذاكر اللي بذاكره هو اللي بلاقيه في الامتحان، مفيش درجه تانية تطلع برايه، عشان كده كنت متعود اقفل يا مستر. والتقفيل السنه دي سهل، والسنه اللي جايه سهل، والسنه اللي بعدها اسهل واسهل واسهل لو اهتميت. اهتميت بايه؟ هفهمك. اللي فاتك في الترم الاول مش حاجه كبيره، انت كل اللي فاتك في الترم الاول لو جيت تحسبها، احنا شرحنا ترانزليشن على اي لاف يو، على ان الجمله بتتكون من فاعل فاعل مفعول. شرحنا الاساي لو انتوا فاكرين على برضو اي لاف يو، ان الجمله بتتكون من فاعل فاعل مفعول او فاعل فاعل صفه، وكملنا جمل جنب بعضها بطريقه ترتيب افكار مش اكتر، تمام. شرحنا فيلين ذا جاب برضو باي لاف يو. يعني الموضوع كله اللي فاتك في الترم الاول او انت درست في الترم الاول، مش فاتك بقى، انت درست في الترم الاول تكوين الجمله بس. يعني انت كل اللي انت عملته كان اول خطوه، لو انت بتحسبها بقى حسابات دقيقه وبتحاسب نفسك انا عملت ايه وهعمل ايه بعد كده، انت كل اللي انت عملته في الترم الاول من اولى ثانوي ان انت عرفت يعني ايه تكوين جمله، تمام؟ عرفت ازاي استخدم تكوين الجمله ده في الترانزليشن، ازاي استخدمه ان انا اكتب ايسي. لازم بقى تكمل بعد تكوين الجمله، تمام؟ تاخد ده الاساس بتاعك. بعد كده بقى في ترانزليشن احفظ شويه فوكاب زياده شويه، قبل كده قلت لك ما تحفظ، دلوقتي بقول لك هنحفظ مع اللي احنا اتعلمناه، فهنعمل ستيب باي ستيب، خطوه بخطوه، بزود شغلي شويه، فاهمين الفكره؟ الحكايه كلها مثلا في الايسي هتلاقي نفسك احسن واحسن واحسن، واخر الفيديو هقول طريقه للناس اللي لسه مش بتعرف تكتب ايسي، طريقه سهله جدا وهتعلمك تكتب ايسي محترم. ده بالنسبه للناس اللي ما بتكتبش كويس. بالنسبه للناس اللي بتكتب كويس هنعمل برده حلقات زي ما احنا اتفقنا، او نعمل اوقات في كل حلقه كده، تمام، على الايسيز. وعندي مفاجاه ليكم، غالبا ان شاء الله ممكن نعمل حلقه لايف من الحصه اللي انا بشرحها لايف في سنتر برده البشير. هناخد الكاميرات بتاعتنا كده كلنا ونروح نصور لكم حلقه هناك، الشرح هتسمعوه اكنك وفي طلاب موجوده، اكنكم منورين معانا ان شاء الله. المهم نشتغل. انا مش هبدا بيونت 7، هبدا بيونت 8 الصعبه شويه. عايز ابدا بالصعب اللي هو اليونت صعب عليك شويه، اعرفك قد ايه هي سهله عشان اعرفك ان الموضوع مش موضوع جرامر، تمام؟ نبدا في اليونت على طول وسيب الكلام والكلام دي بعد وقت تاني. طيب يونت 8 بتتكلم على كونديشنال اف. عارفها اف دي، اف اذا او لو. طيب قبل ما تدخل بقى في الشرح القلم اهوت، تمام، وقبل ما تخش في الشرح وقبل ما تحفظ القواعد بتاعت اف وابدا بقى احفظ القواعد كلها وارصها في دماغي، المطلوب منك تفهم الدرس ده بيتكلم على ايه. وبما انك عديت على الامتحان قبل كده فلازم تفهم انا هتسال على الدرس ده فين في الامتحان، فاهمين؟ خلاص بقيت انا بذاكر كل حاجه او كل حاجه بديها حجمها، بالنسبه لي اف او اي قاعده تانية، تمام،
هي حاجه بستخدمها الجرامر بستخدمه عشان احل بيه الايه الايه التشوز عندي في الامتحان. ولو دخلناه في حاجات تانية هندخله مع السكيلز، بس خلينا دلوقتي نشرحه على الايه على الجرامر او على شغل الجرامر اللي هسال عليه في التشوز. تمام. اف بالعربي معناها ايه؟ اف بالعربي معناها اذا او لو. صح، اف بالعربي معناها اذا او لو. طيب برضو بالعربي لو دي ايه؟ هو لازم تعرف الكلام ده قبل ما تبدا. بالعربي دي لو اسمها لو الشرطيه. لو يا جماعه الشرطيه، ركز معايا كده بس، هو اصلا اسمها كونديشن اف، اف الشرطيه برضو. طب انا استفدت ايه لما تقول لي بالعربي ان لو اسمها لو الشرطيه؟ هقول لك استفدت ان انت لازم تبقى عارف ان بعد لو ده بيجي جملتين، لو انت نجحت انا هجيب لك كمبيوتر. اه في جملتين، لو انت نجحت انا هجيب كمبيوتر، دي جمله ودي جمله. يبقى هنا برضو لو الشرطيه بيجي بعدها جملتين، جمله فعل الشرط، ركز معايا، والجمله الثانيه اسمها جمله جواب الشرط. ايه حصه العربي دي؟ هفهمك حصه العربي هتفرق معاك في ايه. طيب حصه العربي دي هتفرق معاك انك تبقى عارف ان اف دي هتيجي معاها جملتين، النقط موجوده في جمله والجمله الثانيه كامله. مش فاهم حاجه يا مستر. تاني اف دي شغلنا بقى اللي احنا استفدنا منه الترم الاول. تمام، اف ده عباره عن كونجكشن، رابط، رابط بيربط لي جملتين ببعض. تمام، في كل الحالات بتاعته هيبقى فيه جملتين. تمام، في جملة اكيد فيها نقط هي اللي مطلوب ما اكملها واختار من الاختيارات فيها، وجملة كاملة مكتوبة زي ما هي كاملة، ما اكيد مش هيجيب لي اتنين نقط. تمام، هيجيب لي نقط واحدة في الجملة، جملة منهم. تمام، ايه المطلوب مني بقى؟ المطلوب منك تبقى فاهم ان الجملة الكاملة هي اللي بتكمل الجملة اللي فيها نقط. يعني ايه؟ يعني هقول لك على حاجة، الف او A بقى، خلينا ننجز شوية، A مع B تمام، وسي مع D، ايوه، وايه مثلا اف مع ال، وام مع ان، دول اصحاب، كل واحد من دول اصحاب. تمام، فانا قلت لك انا دلوقتي دي موجوده هاخد معاها ايه من كل اللي عندي ده؟ سي. فاهمين الفكره؟ يعني لو جالي مثلا دي موجوده وقال لي في الاختيارات سي وبي واي وام، هنختار ايه؟ سي. تمام، مش فاهم حاجه برضو، هفهمك. اف ليها اربع حالات، فور كونديشنالز، اربع حالات. كام حاله يا جماعه؟ اربع حالات. سيبك من الزيرو هنشرحها في اخر الحصه، خلينا في الثلاث حالات الاولى. تمام، اللي هي الفيرست، ركز معايا بقى، الفيرست كونديشنال، الحاله الاولى. تمام، قال لي في الحاله الاولى اف بيجي بعدها جملتين، طبعا زي ما احنا اتفقنا الجمله اللي بعد اف زمانها مضارع بسيط، بريزنت سمبل. طيب والجملة الثانية اللي هي جواب الشرط بتبقى will زائد الفعل في الانفينيتيف. فهمت القاعدة دي؟ اه. لا ما فهمتهاش. ازاي؟ ما انت قلت لي اهوت في الحالة الأولى اف بيجي بعدها مضارع بسيط will زائد الفعل في المصدر. واللي فهمته من اللعبة الهبلة اللي احنا لعبناها فوق دي ان انا مثلا بعد اف لو لقيت جملة مضارع بسيط يبقى انا عايز الجملة الثانية تبقى will. طب لو لقيت will يبقى انا عايز مضارع بسيط. ده اللي انت قلت عليه ان واحدة لازم تكمل الثانية. اه. بس دلوقتي انت فوتت حاجة وكل الطلاب اللي في اولى ثانوي او معظمهم بيفوتوها. خدت دلوقتي معايا ان اف بيجي بعدها بريزنت سمبل ويل زائد الفعل في المصدر. فهمتك يا مستر؟ فهمتك وتمام. انا هحل لوحدي شويه بعد اذنك يا مستر. تمام، حل. مش عارف. طب ليه مش عارف؟ لان انت حضرتك اخدت مني كلمه البريزنت سمبل، وفي ناس عارفه بريزنت سمبل يعني مضارع بسيط. طب يعني ايه مضارع بسيط؟ ما هو ده السؤال لازم تساله نفسك من هنا ورايح. مفيش حاجه، في شويه مسميات انت عارف معناها بس مش عارف شكلها في الجمله عامله ازاي. بعد كده المطلوب منك في ثانوي عام اي زمن يتقال قدامك تبقى متخيل شكل الفعل في الزمن. فاهمين؟ تاني، الشكل الفعل في المضارع البسيط يا اما الفعل في المصدر يا اما الفعل في اس. علشان ما تبقاش عارف ان الجمله في الحاله الاولى من اف مضارع بسيط ويل زائد الفعل في المصدر وراحل، طب انا المضارع البسيط ده شكله ايه عشان ادور عليه؟ او جه قدامي فعل فيه اس، طب اللي فيه اس ده مضارع ولا ماضي ولا هو؟ انا حافظهم، مضارع بسيط وفي ماضي بسيط وفي ماضي تام، هو الاس ده انهي واحد فيهم؟ طب المصدر ده انهي واحد فيهم؟ فاهم؟ لما يتقال قدامك زمن لازم تبقى عارف شكل الزمن مش اسم الزمن. الحكايه كلها بتغلطك لما تيجي تفهم. انت فهمت لما تيجي تحل وتلاقي نفسك مش عارف تحل؟ الحكايه كلها هنا ان انا اخدت من المستر بريزنت سمبل ويل زائد الفعل في المصدر. تمام، وراح حل. طب هو البريزنت سمبل ده فين في الجمله؟ او طب انا ما عارفش عارف احلها يا مستر، حلها لي كده. طب يا ابني ما هو الفعل فيه اس او الفعل فيه مصدر اهوت، يبقى الجمله دي مضارع بسيط. فالمضارع البسيط عايز ايه؟ هتقول لي عايز ويل.
طب انا كده ما انا اللي حليتها لك، ان انا اللي قلت لك ان الفعل ده مضارع بسيط. انا عايزك انت اللي تبقى عارف شكل الفعل في المضارع البسيط. فهمت الفكره؟ نكمل بس نكتبهم وانا هفهمك وهنحل مع بعض. تمام، دي الحاله الاولى. تمام، الحاله الثانيه السكند كونديشن. الحاله الثانيه قال لي هنا اف بتاخد مضارع بسيط، يبقى هنا ماضي بسيط اللي هو الباست، الباست سامبل. وبدل ويل هجيب الماضي بتاعها، هيبقى وود زائد الفعل في الانفينيتيف. تمام، فهمت لعبتي شويه؟ اللي هو ايه، انت قلت لي لو لقيت مضارع بسيط يبقى انا عايز ويل اللي هو بدي وسي مثلا. طب لو لقيت جمله اللي عندي ما فيهاش نقط ماضي بسيط اللي هي بي، يبقى انا عايز وود زائد الفعل في المصدر. فهمت قصدي؟ ان هنا من الجملة الموجودة هعرف انا هكمل الناحية التانية بايه. اصل الموضوع موضوع ميزان، ده بيجي مع ده بس، ما ينفعش يجي مع الثلاثة التانيين. علشان كده في الاختيارات واحد صح وثلاثة غلط. فاهم؟ لو الموضوع فاتح كده اي حاجة مع اي حاجة يبقى كلهم صح في الاختيارات. لكن انا هنا بتكلم ان قلت لك لو الجملة اللي موجودة عندك ماضي بسيط بس، يبقى الجملة التانية لازم تبقى وود زائد الفعل في المصدر. تمام؟ يبقى الحكاية كلها على بعضها زي ما احنا اتفقنا ايه؟ ميزان. يعني ايه ميزان؟ لو لقيت بريزنت سامبل هاخد ويل ولا وود؟ لا ويل، لان ويل هي اللي بتيجي مع البريزنت سامبل. طب البريزنت سامبل ده شكله ايه؟ يعني ايه بريزنت سامبل؟ يعني الفعل في المصدر او الفعل في يس. وانت طبعا اوريدي بقيت عارف ان الجمله بتتكون من فاعل، فعل مفعول. فلما اقول لك الجمله دي في زمن ايه تبص على الفعل. فهمت الفكره؟ تمام. طب دي الحاله الثانيه، نيجي على الحاله الثالثه. ننزل تحت شويه، ننزل مش مشكله. الثيرد كونديشنال، الحاله الثالثه. في الحالة التالتة اف بيجي بعدها باست بيرفكت ماضي تام، والجملة التانية بتكون would have زائد باست participle. would have زائد باست ايه؟ participle. دول التلات حاجات اللي انا عايزك تذاكرهم معايا دلوقتي. تمام؟ نرجع بقى للعبة اللي احنا لعبناها. قلنا present simple شكل الفعل فيه ايه؟ يا اما فعل في المصدر يا اما فيه في اس. طب الباست سامبل الماضي البسيط، قال لك الفعل اللي هو احنا خدناه دي اور اي دي اور اي اي دي، او ان الفعل يبقى irregular. يعني ايه irregular؟ فعل شاذ دبل ار. تمام، يعني ايه فعل شاذ؟ الماضي من جو went، يبقى انا لو لقيت فعل ماضي يبقى انا عايز وود زائد الفعل في المصدر. باست بيرفكت ماضي تام يا مستر، عارفه. طب يعني ايه ماضي تام؟ شكله في الجمله ايه الماضي التام؟ شكله ان الجمله بيبقى الفعل بيبقى قبله كلمه هاد وبعده باست بارتيسيبل. يبقى احنا كده عرفنا الثلاث موازين بتوعنا. لو لقيت جمله فيها مصدر او اس يبقى انا عايز ويل من غير ما ترجم الجمله حتى. احنا كام على ثلاث حالات لسه، الحاله الصفريه هعرفها لك تحلها ازاي بسهوله. تمام، لو لقيت دي او اي دي او اي اي دي فعل ماضي او فعل ماضي irregular، يبقى انا عايز وود زائد الفعل في المصدر. لو لقيت هاد زائد تصريف ثالث، يبقى انا عايز وود هاف زائد تصريف ايه ثالث. تعال ناخد جمله سهله وبعديها جمله صعبه. تمام، بص معايا. اف او ناخد من الكتاب اف يو space smoking. تمام، you would feel healthier. تمام، وجاب لي في الاختيارات stop او stopped او stops او had stopped. حل ازاي؟ قلنا الفكره، ارجع معايا للفكره تاني. الفكره كلها بتقول ان كل المطلوب مني، انا عندي جملتين، سيبك من اف ده الرابط، انا عندي جمله وجمله. ببص على الجمله اللي ما فيهاش نقط، سيبك من الجمله اللي فيها نقط دي كده كده جمله ناقصه ما تفيدنيش بحاجه. تمام، كل اللي انا ببص عليه الجمله اللي ما فيهاش نقط، في هنا would زائد الفعل في المصدر. فين وود زائد الفعل في المصدر؟ هنا اهي. يبقى انا عايز ماضي بسيط اهو، يبقى انا اصلا من غير ما اقرا الجمله. فاهمين؟ جرب الكلام ده على اي كتاب عندك او على اي اسئله عندك على اف، هتلاقي ان الموضوع سهل جدا. تمام، طيب نكمل كده، ناخد جمله ثانيه. هنا بيقول لي هنا اف زي space. تمام، another chance
تمام. الجملة الثانية بتقول they would get, they would get the first prize. انا اساسا كده من قبل ما ابص على اللي تشوز كله تمام, انا عندي وود زائد الفعل في المصدر, انا عارف ان انا عايز هنا ماضي بسيط من غير ما ترجم حتى الجمله. يعني يذين هذا مثلا يمتلك تمام, اكيد هاد يمتلك, هي هاد انذر تشانس, ذي وود جيت ذا فيرست برايز, هيحصلوا على الدرجه اي على الجائزه الاولى. نشوف الاختيارات تمام. بيقول لي هنا هاد, يا اما هاد, هاد يا اما هاف, يا اما هاف هاد. تمام, موضوع سهل. لقيت وود زاد الفعل في المصدر يبقى انا عايز ماضي بسيط. فين الماضي في كل دول؟ هاف مضارع, هاف ده مضارع تام, هاد هاد ده ماضي تام, يبقى ده ماضي بسيط. طب عايزين جمله على اي حاله ثانيه غير دي اهي. ناخد جمله هنا على اي حاله ثانيه تمام. وود برد تمام, هنا عايزين رابط تمام. بيقول لي هنا نشوف جملة تانية, شوف جملة تانية. ده حالة صفرية لسه ما قلناهاش تمام. نقول هنا وود, مش رايحين كله حالة تانية اهي تمام. بيقول لي هنا if تمام I space an, انا مدبتهالي فضة شوية, if I space an interview, مش باين اكتر, tomorrow تمام, I will try to, I will try to look the best, or my best. تمام, فين الكلام؟ اللي تشوز عندي بيقول لي هنا have, has, have, وفي هنا will have, وبعد كده have had. لا ده القلم ده مش موجود اصلا. طيب مش مشكله, ابص على الجمله اللي ما فيهاش نقط. الجمله ما فيهاش نقط, هنا بيقول لي will تمام زائد الفعل في المصدر. ما دام will زائد الفعل في المصدر يبقى انا عايز مضارع بسيط مع I الفعل في المصدر, يبقى have. اهي صعب الكلام يا رجاله ولا اي حاجه صعبه؟ طيب دي الجمل السهله, مش دعوه بالكتاب, انا هديك الجمل الصعبه من عندي. ايه بقى الجمل الصعبه اللي انت عايزها؟ ولا حاجه, بص معايا. بيقول لي هنا اف, هنا باينه شويه, علي نقط, اف علي سبيس فاست, هي وود هاف ا ميدل تمام. وفي الاختيارات ران, ران, هاد, ران تمام, او رانينج تمام. ها اعمل بوز وحل وبعدين برجع لي عشان اشوف اتحلت ازاي. انا متاكد مليون في الميه ان انت هتروح تبص هنا كده تلاقي ويل, تلاقي وود زائد الفعل في المصدر, تلاقي وود هاف, خلاص لقيت وود هاف اهيت تمام, يبقى انت عايز هاد صح؟ غلط. ليه غلط؟ استعجلت. دي الغلطه اللي بيوقعها حتى في طالب الثالثه ثانوي حالا دلوقتي. طالب الثالثه ثانوي عندهم اف في ثلاث يونتات تمام, اللي انت بتاخده في يونت واحده ده بيدرسوه هم بالظبط في ثلاث يونتات تمام. تعالى هنا بص, في وود هاف صح, وهنا يا مستر انت قلت لي وود هاف اهي, بس في هنا وود هاف ايه يا رجاله؟ بس بارتيسيبل. هي كلمه ميدل دي تصريف تالت؟ لا. يبقى تخلي بالك لو مفيش تصريف تالت بعد هاد او بعد وود هاف يبقى دي الحاله الثانيه. دي الحاله الكام؟ الثانيه. تاني هيوقعك في ايه؟ هيوقعك في جمله زي دي او جمله زي دي تمام. بيقول لي مثلا اف احمد had a shower تمام, he space out, وما يلي في الاختيارات go, went, sorry will go, went نكملها مش مشكلة, would
go تمام would have gun انا لقيت هذه الجمله الاولى يا مستر يبقى انا عايز هذا هي موجوده would have ذا التصريف الثالث لا غلط هي هاد هنا جه بعدها تصريف ثالث فاهمني هاد هنا في بعدها تصريف ثالث لا يبقى تخلي بالك من الفكره دي الفكره بتقول الفكره بتقول لو would have مفيش بعدها تصريف ثالث او هاد اللي جت في الجمله الاولى مفيش بعدها تصريف ثالث يبقى الحاله الثانيه مش الثالثه ثاني اللي هيوقعك فيها وركز معايا فيها تمام ان لو هنا مستر انت قايل لي هاد او قايل لي هنا would have في جواب الشرط تمام هيحط لك would have بس مش هيجيب لك تصريف ثالث او هيحط لك هاد ومفيش تصريف ثالث في الحالتين ما دام مفيش تصريف ثالث يبقى دي حاله ثانيه حاله ايه ثانيه يبقى هنا انا عايز ماضي بسيط في would have مفيش تصريف ثالث يبقى انا عايز ماضي بسيط اللي هو كلمه ran هنا في had مفيش تصريف ثالث يبقى انا عايز would زائد الفعل في المصدر يبقى would go فهمتوا الفكره تمام تمام يبقى احنا دلوقتي بنتكلم على فكره واحده الحل اللي احنا حليناه واي جمله هتقابلك هتطبق اهم حاجه تبقى فاهم انت بتطبق ميزان لقيت مضارع بسيط يعني ايه مضارع بسيط يعني لقيت فعل في المصدر او اس يبقى انا عايز would زائد الفعل في المصدر لقيت ماضي بسيط يبقى انا عايز would زائد الفعل في المصدر وعرفت اللعبه اللي بيلعبها عليا في اولى ثانوي وبيلعبها برده في ثالثه ثانوي دلوقتي اي امتحان ثانوي عام هتلاقي فيه اف هتلاقي فيه جمله من دول هتلاقي حاطط had ومفيش تصريف ثالث هتلاقي would have ومفيش تصريف ثالث يبقى في الوقت ده تبقى عارف انها حاله ثانيه مش ثالثه صعب الكلام طب ناخد جمله ونشرح عليها حته جديده برده بيقول لي هنا اف علي space early call me ايه ده بقى طب ناخد الاختيارات طيب comes came had come تمام نعمل ايه بقى طيب هقول لك على حاجه جديده الحاله الاولى اللي هي الفيرست كونديشنال دي جواب الشرط هنا او الجمله الثانيه دايما بتبقى رجاله ويل صح قال لك انه لو الجمله الثانيه او جواب الشرط الجمله الثانيه او جواب الشرط فعل في المصدر فعل فين يا جماعه في المصدر اللي هو فعل امر تمام لو بقول لك افتح الباب هقول لك يا رجاله open the door افتح الباب لو بقول لك اكتب اسمك يبقى write your name اكتب اسمك يبقى هنا لما الاقي الجمله الثانيه بادئه بفعل في المصدر يبقى دي حاله اولى حاله يا رجاله اولى يبقى انا عايز هنا مضارع بسيط مضارع بسيط هي وشي وات يبقى الفعل فيه اس يبقى كلمه comes تاني قال لي هنا انا عارف الحاله الاولى مضارع بسيط ويل زائد الفعل في المصدر لو لقيت ويل يبقى انا عايز مضارع بسيط هي جيت هنا لقيت call me ما لقيتش ويل في المصدر ولا لقيت would ولا would have حتى تصريف ثالث في الحاله دي اعمل ايه قال لي طب بص على الجمله الثانيه طيب ايه اللي موجود فيها ايه المعطيات زي ما احنا اتعلمنا الترم اللي فات الجمله دي فعل امر فعل امر بدأت بفعل في المصدر الفعل الامر ده بيجي مع الحاله الاولى لما علي يجي كلمني لما علي يجي دخله let him in تمام يبقى هي الحكايه كلها لو لقيت الجمله الثانيه فعل في المصدر او فعل امر يعني يبقى الجمله الاولى مضارع بسيط مضارع بسيط يعني فعل في المصدر او اس مصدر مع اي ويو ووي وذي واس مع هي وشي وات صعب الكلام طيب ايه بقى اللي فاضل في الدرس شويه حاجات بسيطه قوي ايه هي بقى قال لي مثلا تعرف ان كلمه اف بتساوي في المعنى كلمه وان او ممكن نستخدم كلمه وان مكانها عندما when علي comes early تمام call me لما يجي بدري اتصل بيا طب سيبك من الكلام ده كله في الاهم ايه الاهم قال لي ان انا عندي شويه روابط بتساوي اف بتساوي رجاله اف هي اف وما بتغيرش الجمله عشان لو بدا لي بيها جمله في الامتحان اتعامل مع الروابط دي على اساس انها اف تمام يعني يقول لي مثلا as long as in case in case providing أو provided that تمام as long as in case providing provided that دول كلهم زيهم زي اف ما بيأثروش على الجملة يعني اف you study hard لو انت ذاكرت كويس تمام مش شايف يبقى you will succeed هتنجح تمام هنا يو جه معاه فعل في المصدر يبقى ده مضارع بسيط يبقى الجمله الثانيه ويل زائد الفعل في المصدر حاله اولى تمام نفس الجمله ممكن اشيلها واحط مثلا as long as
نفس الجملة بالظبط. You study hard, you will succeed. نفس الجملة ما أثرناش. ما بتأثرش معايا في حاجة. طب إيه؟ قال لي طيب عايزك تعرف بقى الأهم من ده كله معايا عشان بيسألك عليها. إيه بقى؟ قال لي يا رجالة محترمين، ركز معايا. قال لي ممكن نستبدل F أو يجي يسألك أو يسألك مكان الرابط، يقولك الرابط ده في روابط بتيجي مكان F وبيجي بعدها verb is a ing أو noun، بيجي بعدها verb is a ing أو إيه؟ noun. ما احنا خدنا الترم الاول في السكيلز، واتش يعني ايه؟ يشاهد. طب واتشنج مشاهده، تمام؟ يعني اي فيربز الاي ان جي من غير فاعل بيبقى ناون، تمام؟ بص شفت دي؟ ان كيس، قال لي لا هنا ان كيس اوف، ركز معايا هنا ان كيس ما بتاثرش على الجمله هي اف، لكن ان كيس اوف لازم يجي بعدها فيربز الاي ان جي او ايه؟ او ناون. ان كيس او وذ او بوي، ان كيس او وذ او يا رجاله او بوي. شفت الجملة دي؟ If you study hard you will succeed، وقلنا as long as you study hard you will succeed. شفت دي بقى؟ يبقى مثلا with studying hard مع المذاكرة بجد يبقى you will succeed، هتنجح. فهمتوها رجالة؟ يبقى هنا لازم ابقى عارف بس مجرد معرفة الرابط دي شغلتها ايه، عشان حتى لو جاب لي النقط مكان الرابط هبص على بعض النقط، لو بعد النقط ING يبقى انا عايز حاجه من دول in case of او with او boy، ما جابليش نقط ما جابليش ING اشيل دول من الاختيارات وهسهلها على نفسي شويه. طيب الستيب اللي جايه في اعدادي اخذنا كلمه f زائد not او f والجمله الثانيه ما فيها مثلا بتساوي معنى كلمه unless. يعني ايه unless؟ لو لم، لو ايه؟ لم. بص على الجمله كده بيقول لي مثلا f you study hard نفس اللي لسه واخدينها يبقى you will succeed، هتنجح. لو ذاكرت هتنجح. لو شلنا F وحطينا unless يبقى unless you study hard، لو لم تذاكر بجد يبقى you بدل will هخليها won't اللي هي will not succeed. يبقى الفكرة كلها ان الجملتين بتوع unless عشان لما تجيلي في الاختيارات واختار بقى ما بين if و unless، ما بين if و unless، هلاقي ان الجملتين ما بينهم تناقض. يعني ايه تناقض؟ study hard won't succeed، مش هنجح. مثلا run fast يجري بسرعة، تمام، يقول لي مثلا won't win، مش هيكسب. او يقول لي مثلا sleep early ينام بدري won't get up early، مش هيصحى بدري. فاهم؟ الجملتين بتوع unless بينهم تناقض. هعزمك I invite you يبقى you won't come، اعزمك ومش هتيجي، يبقى في تناقض في الجمله، يبقى unless. فهمتوها؟ عشان لما يجي لك الاختيارات ما بين f و unless. طيب شايفين دول؟ f بيجي معاها in case of او with او by، قال لي برضو unless ممكن نشيلها من الجمله او ممكن نقول بيجي مكانها روابط ثانيه. هنا with يبقى هنا without، without يعني ايه يا رجاله؟ بدون، او كلمه but for. شوف الجملة دي كده unless you study hard you won't succeed، without بدون studying عشان دول بيجي بعدهم verb is a ing أو noun، without studying hard بدون المذاكرة بجد you won't succeed. نفس unless بس بيجي بعدهم verb is a ing أو noun، نفس اللي عملناه هنا عملناه هنا، دول مع if in case of أو with أو by، without but for مع unless. صعب الكلام؟ ولا أي حاجة خالص. هنستكفي بكده النهاردة، وأوعدكم هكمل لكم الحلقة الصفرية مع الحلقة الجاية، تمام؟ لأن الوقت يعتبر خلص هنا. فإن شاء الله قريب جدا على الأسبوع الجاي هننزل حلقة فيها يونت 7 ويونت 9 إن شاء الله، ونكمل دي هيبقى فاضل لنا فيها رابط أو اتنين والحلقة الصفرية بس. معلش واعذروني، مبسوط جدا ان انا معاكم، كل سنه وانتم طيبين.